أصدر شباب العاصمة طرابلس وضواحيها بيانا بخصوص ما يحدث في المدينة، مطالبين فيه الجيش الوطني بالتدخل وحماية أهالي العاصمة من عبث الميليشيات، مؤكدين أنه لا ثقة إلا بالقوات المسلحة بقيادة المشير خليفة حفتر، مطالبين القوات المسلحة بالتدخل لحماية المدنيين وتأمين العاصمة. وشدد البيان على ضرورة طرد حكومة الوصاية وعملائها وطرد كافة الميليشيات المتمركزة في طرابلس.